هل ممكن دلوقتي نروح لكريم؟ كريم جاهز معانا؟ طيب نروح لزميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي الموجود حاليا في المغرب عشان نطمئن منه على اخر الاخبار والكواليس والجديد بقى واللي احنا مش شايفينه في هذه اللحظات، والجمهور كله اكيد مستني يسمع من كريم كل الجديد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا جمهور النادي الاهلي. يا رب مشيئه الله، خلاص يعني لحظات وساعات بسيطه جدا تفصلنا عن الانطلاقه والبدايه الاهلي واوكلاند سيتي. يا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بنجاح يا محمد. باذن الله هنسخن معاك بدري، وقبل التحرك نقدر نقول بساعه، انت هتتحركوا بعد ساعه ان شاء الله الى ملعب المباراه. طمني كده على البعثه واخر اخبار الفريق، وفي توافد جماهيري وفي النهارده وصول عدد من اعضاء مجلس الاداره، فكل الكواليس عندك، اتفضل يا كريم. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني خلاص قربنا من اقل من ساعتين ان شاء الله باذن الله على ان تتوجه بمشيئه الله بعثه النادي الاهلي بالكامل الى ملعب ابن بطوطه. اكدنا قلنا طبعا الملعب بيبعد 15 دقيقه عن فندق الاقامه. كل الترتيبات الحقيقه تمت على اكمل وجه من البدايه الى النهايه النهارده لنهايه اليوم بمشيئه الله. تكون فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي بالثقه الكبيره الحقيقه اللي عندنا من لعيبه النادي الاهلي على مدار الايام الماضيه، من التدريبات، من الاستعدادات، من حاله التركيز الكبيره، من الحاله المعنويه الحقيقه اللي بناكد عليها حاله معنويه مرتفعه بتركيز كبير. فعشان كده بمشيئه الله ان شاء الله تكون الظروف في صالحنا محمد. يعني اقدر اقول لك في خلال كمان 30 دقيقه تكون محاضره فنيه اخيره لمستر كولر للتاكيد على كل الامور والنهايات الخاصه طبعا بالانطلاقه، التشكيل الاساسي، التشكيل ايضا كمان الخاص بالقائمه بالكامل. اي لعيب هيخرج طبعا من القائمه زي ما قلنا محمد لابد يكون قلبه على قلب الفريق كالعاده، النجم هو النادي الاهلي والهدف هو رفع اسم النادي الاهلي عليا. فبمشيئه الله ان شاء الله اي حد يكون متواجد في التشكيل الاساسي على دكه البدلاء يكون كالعاده على قدم وساق وعلى قدر المسؤوليه والكل على قلب رجل واحد، وان شاء الله كل الظروف تهيئ لفريق النادي الاهلي لنهايه هذه المباراه بنتيجه ايجابيه واداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. تحركنا محمد زي ما قلنا 6 هنا بتوقيت المغرب، نوصل بمشيئه الله قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. كل الترتيبات الامنيه الحقيقه على قدم وساق على اعلى مستوى، يعني خارج طبعا فندق الاقامه موكب امني كبير جدا في انتظار بعثه النادي الاهلي للتحرك الى الملعب. ملعب كمان الحقيقه يمكن مستر كولر اثنى عليه بشكل كبير جدا امس، تفقد ارضيه الملعب ممكن جانب المغربي الحقيقه بنحييه لان قاموا مجهود كبير جدا عشان هتشوف شكل الملعب الحقيقه بالمدرجات بالدخول بالخروج كل الامور دي الحقيقه يعني تمت بشكل سريع وبشكل مميز جدا. فيا رب ان شاء الله ارضيه الملعب زي ما شفناها وزي ما سمعنا عنها تكون ايجابيه لفريق النادي الاهلي، ونقدر يا محمد ان شاء الله باذن الله حاجات صغيره وحاجات بسيطه وتركيز بسيط جدا في الفينش في الضغط في انهاء الفرص. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها في هذه المباراه. متفائل يا كريم، انت قريب من اللعيبه وبتشوف تفكيرهم وكلامهم مع بعض، في حاله تفاؤل، في تركيز شديد، ولا كمان الامور يعني ما بين 50% و50%؟ في تركيز للمباراه لكن في نفس الوقت مش التركيز اللي ممكن يبقى فيه ضغط عصبي او ستريس على اللعيبه، يعني اجواء عندك ايه جوه الفريق واللي انت شايفه من خلال متابعتك؟ بالتاكيد يا محمد طبعا في حاله من التركيز كبيره جدا، لكن يعني بشيت لما توصلش لحاله التشتت. طبعا انت عارف التركيز الكبير ممكن ياثر بشكل كبير، لكن انت عارف خبراتنا كبيره جدا من لعيبتنا عندهم وعي كبير جدا في هذه المباريات الحقيقه الحساسه، انطلاقه بطوله، مشاركه في كاس العالم ليها الانديه. يمكن متفائلين يا محمد كلنا الحقيقه، يعني كل بعثه فريق للنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الكل عنده تفاؤل كبير جدا، واللي جايب لنا التفاؤل ده الحقيقه الحاله اللي احنا شفناها من البدايه من لعيبه النادي الاهلي، من الجانب الاداري، من مستر كولر، من كل الحقيقه افراد الجهاز الفني اللي قامت بدور كبير جدا، كل صغيره وكبيره الحقيقه كانوا بياكدوا عليها، مفيش حاجه يمكن عدت من التحضيرات الفنيه للجهاز الفني. عشان كده بقول لك يا محمد توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا، لان الكل اجتهد الحقيقه والكل كان عارف هذه المرحله، ولابد يكون الانطلاقه بالنسبه لنا انطلاقه رائعه ومميزه. الثلاث طبعا يعني انت عارف الهدف هو ان انت ان شاء الله بشيء لا تصعد للادوار القادمه. ممكن يكون في اختلافات كثيره جدا عن اوكلاند سيتي في السنه الماضيه، لكن السيناريوهات موجوده والتحضيرات موجوده، والتكتيك الحقيقه اللي مستر كولر شفناه في التدريب الاخير، التدريب النهائي بالتشكيل بالامور طبعا اللي خاصه بالضغط من نصف الملعب ومن الثلث الامامي، توزيع الامور كلها عامله ازاي. لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون عندها استيعاب كبير جدا من التعليمات وتنفذها بشكل دقيق جدا، لان ان شاء الله باذن الله هدفنا هو اللي فوز، وهدفنا ان شاء الله كالعاده وهدف كل لعيبه النادي الاهلي هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. اكيد في كمان تي شيرت النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وقع عليه، واكيد هيبقى فيه اهداء وتذكار من بعثه النادي الاهلي، واكيد هتكون موجوده في متحف الفيفا، القفاز الخاص بالشناوي، كل الامور دي اللي بتتم حاليا في فندق الاقامه على هامش طبعا مباراه اليوم والافتتاح، لان الفيفا بيكون حريص على الاقتناء بابرز الحاجات اللي ممكن لاي بعثه. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني يمكن
الكلام ده يمكن حصل من لحظات بسيطه جدا، ويمكن اكيد انتم بتستعرضوها طبعا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه كابتن محمود الخطيب تواجد، ويمكن مضى طبعا على التيشيرت الخاص والجوانتي الخاص بالشناوي. يعني اجواء طيبه جدا كالعاده، لكن انت عارف محمد، يا رب يا رب املنا كبير جدا في لعيبتنا، الاجواء كلها تكون موفقه، الجمهور ومساندته الكبيره. يمكن انت ذكرت وقلت في توافد لعدد من جماهير النادي الاهلي بجانب اشقائنا المغاربه الحقيقه، اللي ان شاء الله باذن الله يقوموا بدورهم كالعاده. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، ويعني بنقابل حب كبير جدا فيترجم بالنجاح ان شاء الله يا محمد في هذه المباراه باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكم يا رب النهارده.